لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز اللهم عن سيئاتهم اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور واجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وبجودك ورضوانك واثقين وإلى أعلى علو درجاتك سابقين اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز اللهم عن سيئاتهم اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور واجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وبجودك ورضوانك واثقين.